نسيش ماتش للتاريخ يعني. ما يتنسيش. بس يعني كميه الضغط. طب قول الو تاني. الو، ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن احمد، ازيك؟ احمد السيد. كابتن احمد السيد، مظبوط مظبوط. كابتن احمد منور الدنيا. منورك يا محمود. ازيك، اخبارك ايه؟ كابتن شيكو طبعا منور، اخويا طبعا الصغير. حبيبي يا كابتن. ذكريات ايه؟ مش عايز اكبركم قوي يا كابتن احمد، بس برضو يعني بقى لها فتره طويله شويه. يعني شيكو طبعا يعني من الشخصيات المحترمه اللي عرفتها في حياتي طبعا، بعيدا عن الكوره. هو طبعا لعيب مميز جدا. جه الاهلي في فتره طبعا صعبه، كانت فتره انتقاليه في يعني تجديد دماء للفريق. فكان كل لعيبه صغيره، فمن الصعب تبقى تتاقلم يعني، كل لعيبه صغيره، فكل واحد بقى بيبقى شايل نفسه يعني. ما كانش في لعيبه كبيره. اما اتصعدت كان في معايا لعيبه كبيره، فالواحد بيبقى ايه يعني، بياخد خبرات منهم. لكن كلنا صغيرين دي تبقى صعبه شويه. هو يعني قدر يثبت نفسه معانا، وفي ميزه، هو شيكو مش في اي لعيب في مصر، بيلعب في اي مكان في الملعب. يعني شيكو لعب باك رايت، ولعب ليبرو، ولعب ديفندر، ولعب في كل حاجه في الملعب. ايه اللي ما تنساهوش لكابتن شيكو بس بره الملعب؟ لا ده احنا كنت على طول بس بكسبه في البلاي ستيشن على طول. هو كان وحش شويه، مستوى وحش شويه في البلاي ستيشن يعني، يا ريت يكون اتحسن. بس ماشي تمام، مفيش مشكله. لا، هو كابتن احمد السيد كان في حاجه، بس هو اكيد يعني هو فاكرها. كان في تمرين مستر مانويل جوزيه كان بيعمله، كان تمرين مان تو مان. اللعيبه كلها كانت بتخاف تلعب عليه. كان في الموضوع ده، هو كان يعني ما شاء الله كان بدنيا كويس، فكان بيطلع نمره واحد فيه. فهو مش عارف يفتكر ولا لا. مين بيفكرك دلوقتي بكابتن احمد سيد وكابتن شيكو في سكواد الاهلي دلوقتي يا كابتن احمد؟ لا، هو شيكو عامل يعني اكرم توفيق شويه يعني. اكرم توفيق هو يعني عارف انت، كان مستر مانويل بيحب اللعيب تملي اللي هو يبقى لعيب بيلعب في كذا مكان. انت ممكن تعمل تغيير تكتيكي جوه الملعب، تغير بيه تكتيك من غير ما تعمل غير من غير حد من بره يعني. ايوه، فهو شيكو كان مميز في الحته دي. بيلعب مساك، بيلعب ليبرو، بيلعب باك رايت. قعد فتره لعب باك رايت طبعا، بس يعني هو عارف مين اللي خلط عليه في الباك رايت بالباصات بتاعته. مين يا كابتن احمد؟ هو عارف مين اللي كان بيدي الباص. مين يا كابتن شيكو؟ والله كابتن وائل جمعه. وائل جمعه، كابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه كان يمشي والكوره ما لقيش حد، لو شيكو جنبه مسافه متر. ايوه، في ماتش له واحده باص زانه، شيكو يقول له يا ابني انت بطن رجلك عايز تلج، مش كده؟ ده في ماتش كنا بنلعبه في السودان، فانا كنت بلعب باك رايت ناحيه، فكابتن وائل المساك اللي ناحيتي يعني. ايوه، فالجو حر جدا هناك، فكل ما استلم الكوره افتح له الملعب باص قوي جدا، فاستلم تبعد، استلم تطلع من فوقيه، استلم قال له بطل رجلك عايز تلج. مستر مانويل جوزيه قرب كده ناحيه الخط، فنادى علي قال لي شيكو، فانا بصيت له، فانا عارف ان انا مش كويس، فلقيته بيسقف لي بيقول لي فانتاستيك، فانا بسقف له قلت له تمام، قام عامل لي كده ومش لفيت. بينفع التغيير؟ لقيت انا اللي بتغير بعد 20 دقيقه، انا اللي بتغير. احمد السيد قال لي انت صدقت ان هو بيسقف لك؟ ومين اقرب لك يا كابتن احمد؟ تالي ايمن اشرف يمكن يكون اقرب حد في ستايله لكابتن احمد سيد في الملعب يعني، ولا ممكن يبقى حد تاني برضه؟ او مغربي مثلا من اللي طالعين؟ ما ممكن مغربي شويه. مغربي ممكن. مغربي ممكن. ياسر ابراهيم شويه. ياسر، ممكن ياسر. طبعا هو دلوقتي طبعا في مجموعه مميزه جدا، كل الموجودين كويسين. يعني في ساعات بيبقى في هفوات كده من الدفاع، لكن هم الحمد لله ماشيين كويس. المشكله بس ان هو المكان ده محتاج انسجام شويه يعني، زي غير المهاجمين يعني، لازم المدافعين دول يلعبوا مع بعض مثلا 10 15 ماتش عشان ياخدوا على تحركات. طبعا طبعا. طب بالمناسبه دي، خلينا اسالك مين الدويتو اللي تراهن عليه في ماتش الهلال اللي جاي؟ هو شايف مين الانسب دلوقتي ماتش الهلال؟ هيلعب ياسر وعبد المنعم. عبد المنعم وعبد المنعم بيقدم مستويات كويسه جدا، واعتقد هو يعني كسب ثقه المسؤولين في الاهلي والجهاز الفني، واعتقد ان هو يعني كون ان هو الاهلي يقطع اعارته ويرجعه، يبقى محتاجينه في المكان ده اعتقد. ان شاء الله باذن الله. لا، ده احنا محتاجينك هنا في الاستوديو بقى. لا ان شاء الله تنورنا قريب. ان شاء الله تحت ان شاء الله. تحت امرك، نسعد بيك دايما يا كابتن احمد. منور كابتن شيكو طبعا، اخويا الصغير طبعا. حبيبي حبيبي. شكرا جزيلا. كابتن احمد سيد نجم الاهلي طبعا. كان جامد يعني، يمكن الفتره دي المدافعين في الاهلي كانوا الحقيقه كلهم، كابتن وائل جمعه.